في المجموعة الثانية كان لا يزال هناك الكثير على المحك. الجولة الأولى من المباريات جميعها انتهت بالتعادل. أولا في 15 من شهر حزيران يونيو في استاد جوزيبي ميازا كانت مواجهة بين إسبانيا وبلجيكا. المنتخب البلجيكي شارك بحلة متوازنة، لاعبون يافعون على غرار يان كولمنز في الهجوم والمخضرم إريك جيريتس في الدفاع والحارس المتألق جون ماري باف خلفه. مباراة إسبانيا كانت مختلفة، موقع مختلف وتقنيات مختلفة، إنما الوضع كان سيئاً. إنجلترا كانت المرشحة أمام بلجيكا في المباراة الأولى، الآن إسبانيا المرشحة هنا. أسلوب بلجيكا الانسيابي كان مذهلاً. كولمنز وكولز لعبا حركة 1-2، إنما لم يتمكن فرانسوا فاندر ألش من الوصول للعرضية. اندفع كولمنز في الهجوم مجددا، هذه المرة سجلت بلجيكا عبر إريك جيريتس. إنما أدرك الإسبان التعادل عبر كويني. بتعادل المباراة كانت بلجيكا بحاجة للإلهام وجاء من قائدها كولز. في حقيقة الأمر أن يان كولمنز كان يهاجم من الجهة اليمنى. في الواقع لقد كان مراقبا جيدا، وأنا من ناحيتي كنت في القائم البعيد وسجلت متخطيا أركونادا.